السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي نشارك معكم الغريبه ديال البهله. صراحه اللي كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف وسهله، واخا تكوني اول مره غادي تصايبيها غادي تصدق لك، واكيد غادي تعجبك وغادي تعاودي ديريها وديريها. المهم ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقه ديال التحضير ديال هذه البهله هذه. بصراحه اللي كتجي لذيذه بزاف وكتجي غزاله. المهم هنا عندي 50 غرام ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته بحال هكا. هنايا عندي واحد الكاس ديال السكر سنيده، عندي هنا كاس ونص ديال الزيت، هنا عندي واحد فاني 8 غرام، وهنايا غادي ندير 15 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. هنايا عندي فلو ديال الكريم كراميل، ممكن نتوما ديروا داك الخنيشات صغيرين. حنايا عندنا هنا هادو شويه كبار، ديروا غير هذاك ديال درهم يعني حتى هو راه زوين. هنايا عندي الزبده، الزبده 125 غرام ديال الزبده اللي كتكون لينه، يعني ديجا مخرجينها من قبل باش هكا كتساعدكم في الخدمه، كتجي رطبه وكتساعدكم. وهنايا عندي الدقيق على حسب الخليط، وهنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الملح. المهم دوزوا الطريقه وصافي. هنا في الطريه غادي ندوز غادي نجيب الزبده. صراحه انا درتها في ميكرون، ذوبتها غير واحد شويه حيت دابا ولا الحال بارد ودغيا، يعني كتكون الحاجه بارده يعني بصعوبه باش هكا يعني غير باش تسهل علينا ونخدموها مزيان. يعني ذوبتها غير واحد شويه ماشي بزاف. هنا غادي ندير واحد الكاس ديال السكر، غادي ندير هنايا فانيليا، صافي. وغادي نخلط، غادي نخلط مزيان. ها نتوما شوفوا، يعني ملي كتكون الزبده يعني دايبه اولا لينه كتكون هكا يعني كتساعدكم في الخدمه، شفتوها؟ ماشي بحال اللي كتكون يلا خارجه من الثلاجه، يعني كتلقاو معها واحد الصعوبه يعني باش كتخدم مع السكر اولا مع الزيت ولا مع البيض ولا مع اي حاجه. واحد شويه بحال هكا. هنايا غادي نزيد الزيت، كاس ونص ديال الزيت هكا. غادي نضيف واحد القبصه ديال الملح، يعني غير شي شويه، ونعاود نخدم. هادو نجيبهم هنا ما ننساهمش. ديما الخليط كيكون بحال هكا، كيبان لكم بحال الكريمه. نخدمو هكا مزيان السكر باش يذوب. وبالنسبه للزبده ممكن ديروا اي زبده عندكم، اي نوع فرقارين ولا اي زبده. صافي هنايا غادي نزيد اللوز نهمش، وغادي نخلط مزيان، نحيد منو هذاك البيت. صراحة كتجي رائعة وكتجي مشقة، هانتوما غادي تشوفوا كيفاش كتجي هاد البهلة هادي الغريبة. غادي نضيف هنايا هاد الفلون، ونحرك مزيان باش ما غادي تشوفوا اللون كيفاش كيتبدل حيت مع الكريم كراميل. صافي هنايا غادي نضيف الدقيق بشويه بشويه، الدقيق قلت لكم على حسب الخليط. هنايا غادي ندير خماره، صافي، وغادي نخلط بشويه بشويه، غادي نجمع
هي العجينه راه كتجي يعني شيشه شيشه بزاف، وكتجي الرطبه ما تخليوش العجينه قاصحه بزاف. انا غادي نوريكم القوام ديالها. غادي نزيد وصافي. هنايا ها هي العجينه كيفاش كتكون، كتكون بحال هكا، كتكون مرمله بحال هكا. حاولوا ما ديروش ليها دقيق بزاف باش ما تجيش يعني قاصحه قاصحه. كتكون هذه هي العجينه، كتكون العجينه ديالها مرمله صافي. وغادي ندوزو غادي نكوروها وصافي. هنايا الطاوه اللي غادي ندخل الفران، هنايا المهم راني شعلت الفران كنشعل عليه غير من الفوق. المهم هنايا غادي نجي غادي ندير الكريات او الحجم نتوما اللي بغيتو ديروه، تكوروا هكا هكا. ما غادي نكتفي غير بهذا القياس هذا. مين هانتوما بحال هكا. دابا غنبقى انا غادا مستمره نبعدهم واحد شويه، نبقى غادا هكا مستمره حتى نسالي العجينه اللي عندي وصافي. دابا هنايا بعد ما ساليت انايا الطاوه باقي لي واحد شويه غادي نديرها في طاوه اخرى. المهم انا شعلت على الفران على 160، كنشعل عليها من الفوق حتى كتشقق ليا، عاد كنهبطها لتحت كنشعل عليها من التحت. المهم ندخلوها الفران كيف ما قلت لكم، عندكم تشعلوا عليها من الفوق من تحت، راه ما غاديش يعني دير لكم ما غاديش ما غاديش يبان لكم داك التشققات من الفوق. من الاحسن يعني شعلوا عليها، وهذه هي غريبه يعني معروفه يعني كتشعلي عليها من الفوق حتى يعني كتبان لك داك التشققات من الفوق، عاد كتشعلي عليها من التحت. مهم نخشيها في الفران. دابا الغريبه بعد ما تشقات ليا ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي، شوفوا كيفاش كتشقق، كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. هنايا دابا انا غادي نهبطها لتحت حتى كطيب ليا واحد شويه وغادي نخرجها. شفتوها هنايا ناسي ها نتوما الطياب ديالها هو هذا. ضروري ما كديروها الفوق حتى كتشقق، عاد تهبطوها لتحت غير تحمر واحد شويه هكا، عاد تحمر واحد شويه صافي وحيدوها. راه كتكون دابا هكا يعني راه مزيانه. ها نتوما شفتوها كي مشقه كيف جات، كتجي هكا غزاله وكتجي زوينه. ها نتوما شوفوا كامله راها مشقه صافي. هنايا بعد ما خرجت الطاوه الثانيه هادو هما اللي بقاو ليا، وهذه ها هي في النهايه شفتوها. غادي نخليها تبرد، ما غاديش نهزها دابا حيت كتكون هشيشه بزاف، غادي نخليها حتى تبرد على خاطرها وعاد غادي نهزها. وهذا هو الشكل النهائي ديال البهله ديالنا. شفتوها كيفاش كتجي، كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. كيف ما قلت لكم واخا تكوني اول مره غادي ديري البهله غادي تصدق لك وغادي تجي زوينه. 70 مقادير مضبوطه وان شاء الله غادي تحصلي على غريبه كتجي غزاله بزاف. المهم ها نتوما ها الطاوه الثانيه شفتوها. وهنا غادي نقول لكم بسلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد.